بعمل الوجهك الكريم واحد. اللعبة بسيطة يا ربي ما فيها ذاك الثقل. أمور أيمن هذا بعد صار بالروج. ما هو التغيير الذي أحدثته في حياتك وكان صعبا للغاية؟ لماذا قمت به وماذا تعلمت؟ يا سلام السؤال. نادر نادر بالله عيد سيارات علي السيارات عزيز بالله تكفى ابغاك تعيد السؤال مره ثانيه وتجاوب بصراحه. صوت ارفع بس تكفى صالح قول له ماني بسيارات. سيارات واضح. ما هو التغيير الذي احدثته في حياتك وكان صعبا للغايه؟ لماذا قمت به وماذا تعلمت منه؟ يلا جاوب. جاوب. ما فهمت السؤال. وش التغيير اللي سويته حياتك؟ وش الحاجه اللي غيرت؟ يعني الشيء اللي سويته في حياتي وغير امور واجد. ايوه كان صعب عليك يعني تغيير عمليه تكميم. والله اني داعي. طيب عطنا بالله باقي السؤال. في باقي السؤال ليش سويته؟ شلون كنت تتعامل معنا وجابر التكميم؟ انا يا طويل العمر كان وزني 152. وطولك؟ ما لك خلنا على التكميم. ما كنت اعاني من سمنه اني اتعب من السمنه، لا كنت اعاني من الضغط. الضغط يوصل معي 210 على 190، 220 على 100 على 210 على 180، لدرجه يا ولد اني جلست فوق 6 أو 7 شهور هذه متواصله، كل يوم اضرب فيها ابره، حتى معلمه هنا. اي والله كل يوم اضرب فيها ابره حق الضغط، حق عشان اقدر ارقد، ما اقدر ارقد ولد راسي يضرب. المهم مشت الايام ريجين ما عينت حل. قرايه قرينا، المشكله اللي انا اعاني منها الضغط. حاولت تسوي رياضه؟ ما بقى شيء، دخلت نادي سنتين زدت 6 كيلو، يا ولد ما بقى شيء. المهم ويجيني واحد من الحوات الغانم اشرواكم الله يذكره بالخير، قال يا ولد ترى التكميم الناس ماخذه فكره عنه انه بس للشخص السمين. لا انا ترى كان طولي مراكب على وزني. كم وزنك؟ كان وزني 152 وطولي كان 186. قبل ما ينقص صار ثاني. قسما بالله كان الوزن راكب على الطول، عرفت؟ نواف عياش عرفت؟ المهم قمت رحت لحد المستشفيات اللي في الرياض. هو جاني قال يا ولد، واحد من الاشخاص جاني قال يا ولد سوي تكميم. قلت ليه؟ قال فيه واحد من العيال ما ادري قال خاله سوى تكميم راح منه سكر وضغط و و و. قلت توكل بالله. وروح المستشفى. رحت لهم حتى والله يا اهلي انهم ما يدرون. رحت في 26 رمضان. طبعا قبلها استخرت. قبل اروح المستشفى استخرت. المهم اروح المستشفى وانا مبيت النية مسويها وادخل على الاستقبال واخلص الاجراءات وادخل على الدكتور. الدكتور والله العظيم انه معه لائحة صورة يشرح لي طريقة العملية، اقسم بالله اني العب بالاربعة بلوت في جوالي. ما اعطيته بيت النيه. بيت النيه مسويها الله عقب شر. يوم خلصت قلت انت خلصت؟ قلت ايه. قلت متى بتسوي العمليه؟ قال نسويها ليله العيد، ما ادري قبل العيد بيومين. هنا دقيت على امي. قلت امي ترى الموضوع، ابي ما يدري، اخواني ما يدرون. قلت امي ترى الموضوع 1 2 3. قالت والله ما تسويها. قلت والله اني لا اسويها لكن استهدي بالله واستغفري. قالت يا راد. قلت انا مسويها. قالت خلاص انت تعال الحين وبتعال من وياك في البيت. يوم جيت عليها متكدر خاطرها قلت يم هذه عمليه عاديه كل اللي يسويها. انا الضغط لعب في راسي والله العظيم يا رجل وقسما بالله ان عروق جبهتي انها تطلع من قوه الصداع. المهم قالت خلاص سوها بعد العيد. اقنعتها قالت سوها بعد العيد. يوم جاء ثالث يوم العيد رمضان، مو باللي راح ذا اللي قبله. ترى ما كملت، ترى كملت سنه وشهر من يوم سويت العمليه. اسالكم بالله تدرون اني مسوي عمليه؟ لا والله. المهم يا طويل العمر وادخل المستشفى ثالث يوم عيد الفطر يوم خميس. سويتها سويتها الجمعه الظهر، طلعت يوم السبت الساعه 10 الصباح. اسهل عمليه الحمد لله هي عن طريق النواظير. اول شهر والله اول شهرين قسما بالله اني اشرب الماء بعد ما طلعت من العمليه، اشرب الماء في غطا العلبه واشبع. طبعا انا قصيت 75% المعده. بعد شهرين من العمليه الضغط راح ما شاء الله، الجيوب الانفيه راحت، الربو راح، الصداع راح، الجوانب الانفيه كانت متسكه تفتحت لانه وزن سبحان الله. اي الم ظهر راح يا ولد ما يقارب 6 امراض راحت.
ما شاء الله ما شاء الله. جا فيني خف نوم، جا فيني خف حركه، خف عقل، جا فيني خف عقل. خف عقل عقل اللي قبلها خف نوم. هو يقول هذا كان يقول انا عندي فيوزي ما اجلس، انا ما يطولون ساعه حركه ما تحرك ما اجلس ولا. الله يعطيك العافيه. وهذه السالفه. وبعد التكميم طبعا دخلت نادي، ترى النادي لابد كمل الفيوزين اللي براسك بعلمك فيها. شوف ترى النادي ضروري، اي شخص بيسوي عمليه لازم نادي. انا بعد ما كملت من العمليه اسبوع، انا الحين ترى ما اعتبر اني مسوي عمليه تكميم لان راح جهدي كله في النادي. عمليه تكميم ترى مساعد يعني سبب. المهم اني قعدت 7 شهور في النادي، والله العظيم انه اي شخص يشوفني ما يدري اني مسوي عمليه تكميم. صح ما شاء الله من النادي. وهذه السالفه والسلام عليكم. الله يعطيك العافيه. طبعا في حاجه يقولها لي ابوي، في حاجه خلاص فايت يا يقول لي ولدي انت بعد ما قسيت بطنك قسيت طرف عقلك معه. هو صادق في شيء؟ لا صادق بس سريع. طيب اعطاه صدى. اروح لك يا سعود ولا ابو عشق؟ ابو عشق لا والله انا عندك رجاء. عندك انا برجع على طول.